كل عام أنتم بخير. هل تعلمون يا أصدقائي لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ لأنه غالباً ما يصادف زمن الرمضاء، وهو الوقت الذي يشتد فيه الحر في جزيرة العرب. وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر له فضل عظيم، فقد أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام على المسلمين. هل تعلمون أصدقائي ما جمع كلمة رمضان؟ أها، أحسنتم. جمع رمضان رمضانات وأرمضاء. سعدت بكم، وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.